دستور 59 طبعا نمر على محتوى ومحتويات في مختلف ابوابه سنعود اليها في من خلال المقارنه فيما بعد. دستور 59 اشكالياته الكبرى ليست مضمونه وليست محتواه. اشكاليته الكبرى هو في قيمته السياسيه. في القيمه السياسيه لهذا النص. لان الدستور قبل ان يكون نص قانوني ونص ملزم من الناحيه القانونيه هو قيمته الاساسيه قيمه معنويه. قيمه سياسيه. هو عقد اجتماعي وقد كل عقد لا بد له من طرفين يثقون بمحتويات هذا العقد. المشكل ان الفكر الدستوري فكر قانون الدستوري موجود الدساتير هو فكر مرتبط بفكره الحريه وبفكر تقييد السلطه بمعنى ان يكون الدستور هذا هو معناه ومغزاه أن يكون الدستور حجة للمحكوم على الحق. أن يكون حجة للمحكوم على الحق. يعني أنا مش حاجة كمواطن محكوم وحاجة السلطة بما يوجد في الدستور. قلنا هذاك تلك حدودك. ودليلي على هذا هو نص الدستور. فهو الذي يضع حدود للسلطة ويمكنني أنا كمواطن أني أحاجج الدولة وأحاجج السلطة بما يوجد في هذا النص. دستور 59 من الناحية الرمزية تحول إلى حجة الحاكم على المحكوم. انقلب الصورة. بمعنى أنه صار وسيلة من خلالها تقوم السلطة بمحاججتنا لطمع الحرية وللاعتداء على الديمقراطية. لما يكون عليك ان يترشح للانتخابات ويعدل الدستور باش ينجم يترشح مره اخرى للانتخابات. حاجه يقول له انت لا ما يجيش الدستور يقول لك عندك مره الحق في مرتين وكذا المره الاولى تجددها مرتين وكذا. يعدل الدستور بعد يجي يقول لك عندي حق ان نترشح للمره الثالثه على التوالي والدليل او الدستور ويحششنا الدستور. تعملت العملية هذه مرة واثنين وثلاثة من وقت قريب في مختلف التعديلات إلى الآن إلى أن فقد هذا الدستور قيمته السياسية وقيمته المعنوية في العقل السياسي الجمعي التونسي. يعني تقريبا 90% من التونسي باش ما نخافش رقم كانوا لم يكونوا يعرفون أن تونس فيها دستور. أو يمكن حضرتك أن لم يعرفوا أنه عندنا دستور، لكن مش يعرفوا محتوياته. بالنسبة لهم نص وجوده كعدمه. موجود. موجود لصالح السلطة، مش موجود لصالحنا. هو جزء من السلطة وليس جزء من تقييد السلطة. وبالتالي فقد قيمته السياسية والمعنوية وصار أداة للحكم وليس أداة لتقييد الحكم. وهذه مسألة لا أعتقد أنه كان بالإمكان تداركها. لم يكن سياسيا بالإمكان تداركها في الحقيقة. يعني باش نقول الأمور بكل وضوح. يعني إن غيرنا دستور 59 سيبقى في الذهنية العامة هو ذلك الدستور الذي أسس للاستبداد أيضا. خاصة في مراحله الأخيرة. يعني من الناحية الرمزية ربما كان من الأفضل كتابة دستور جديد.